اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان. مباراة الهلال الزعيم والاتحاد العميد في البطولة العربية دور الربع النهائي، مباراة جميلة ورائعة للغاية، فريقان كبيران، لا احد يستطيع ان يتوقع نتيجة المباراة. نادي الهلال الزعيم نجح في احراز الهدف الاول من رأسية سافيتش الرائعة، ضربة ركنية، يصعد سافيتش بالرأسية يوجهها في زاوية اليمنى للحارس في أقصى الزاوية اليمنى، لا تصد ولا ترد، هدف رائع للغاية من سافيتش. نتمنى مشاهدة مباراة ممتعة. يا ترى العميد هيكون ليه رأي آخر وهيقدر يعوض ولا لأ؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض.